مرحبا بكم في هذا البث المباشر. كنتمنى تكونوا بألف ألف خير. إن شاء الله يا ربي يرفع لنا هذا الوباء هذا. كيف ما ديما فاحنا كل صباح كنقولوا حصيلة ديال الإصابات بفيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة عن تسجيل 18 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى 10 من صباح اليوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي لحالة الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 8455 حالة. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب أن عدد الحالات اللي تمثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 7496 حالة بعد تماس ثلاث حالات جديدة للشفاء، بينما استقر عدد حالات الوفيات في 210، وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 343785 حالة. وكيف ما ديما فوزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين للالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية اللي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. يا ربي ارفع لنا هذا الوباء هذا، وان شاء الله كنتمنى ان الحياه طبيعيه ترجع كيف ما عرفتوا بانه كان تمديد لحاله الطوارئ اللي علنت عليها الدوله البارح. نحاولوا اننا نصبروا شويه، نحاولوا اننا ناخذوا هذا تمديد حاله الطوارئ بواحد الايجابيه، لانه بزاف ديال الناس اكيد غيقول لك الخدمه، بزاف ديال الناس متضررين في هذا الوباء هذا، ولكن حاولوا نصبروا شويه. راه الدوله ما كدير شي حاجه الا في المصلحه ديالنا، لان فضلت صحتنا حنا على الاقتصاد ديال البلاد. فنصبروا شويه، نبقاو ناخذوا الاحتياطات الاحترازيه ديالنا اللي منها الكمامات، كذلك مسافه الامان، خصوصا انه كاينين دابا المحلات اللي تحلاو ديال الاكل القهاوي اللي كناخذوا اون بورتي، دائما نحافظوا على مسافه الامان، الكمامات، وسائل ديال التنظيف والتعقيم، وان شاء الله يا ربي يرفع لنا هذا الوباء هذا. شنو رايكم في هذه الحصيله هذه، وكذلك شنو رايكم في تمديد حاله الطوارئ؟ غنعود الحصيلة بالنسبة للناس، يلا التحقوا بنا على المباشر. حيث أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 18 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى 10 من صباح اليوم الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي لحالة الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 8455 حالة. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب أن عدد الحالات اللي تمثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 7496 حالة بعد تماثل ثلاث حالات جديدة للشفاء، بينما استقر عدد حالات الوفيات في 210 حالة، وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 343785 حالة. وكيف ما ديما فوزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين للالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية اللي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. يا ربي ارفع لنا هذا الوباء هذا. كنتمنوا تبقوا بألف ألف خير. كذلك كيف ما قلت نحاولوا ناخذوا هذا التمديد حالة الطوارئ بواحد صدر رحب، ونقولوا راه هذا الشيء في مصلحتنا، وراه بالصحة هذا الشيء في مصلحتنا، وما كانش في مصلحتنا راه يعني الإصابات كيتزادوا. وكنتمنى واحد النهار يقولوا لنا كاين زيرو إصابة، ما كاين، وربي يرفع علينا هذا الوباء. كنشكركم على تتبعكم لهذا البث المباشر، وان شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر آخر.